السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. واهلا بيكم معانا في قناة فن ولعب. اعذروني ان كان في بعض الفيديوهات كان صوتي فيها واطي جدا، بس صدقوني كان بسبب مرضي، وانا كمان قعدت فترة كبيرة ما كنتش بنزل فيديوهات. بس لما الانسان بيبقى لسه طالع من فترة تعب بيبقى لسه مجهوده مش قادر ان هو طبعا يتكلم بنفس المجهود اللي كان بيشتغل بيه قبل كده. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة جدا. بصوا كده معايا، في ناس عايزة تعرف الهاشتاج اللي لونه أزرق فوق العنوان بيتكتب ازاي، عشان ده بيسهل عمليات البحث للفيديوهات بتاعتنا. احنا هندخل مثلا على الاستوديو يوتيوب كده، ادي مثلا اخر فيديو البسبوسة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. تمام، بصوا فوق كده معايا على العلامة بتاعت القلم اللي فوق دي. تمام، بصوا بقى هنا، ده العنوان اهو، ملناش دعوة بيه. في هنا اللي هي علامة القلم دي، اما ندوس عليها كده انا كاتبة كده كده الهاشتاج، بس انا هوريكم بقى الطريقة ازاي. نمسحه كده مع بعض وركزوا كده معايا. احنا بعد ما كتبنا فوق المقادير والطريقة بتاعت عمل البسبوسة، بصوا انا بعمل ايه، شايفين العلامة تحت اللي تحت علامة الخطأ دي على اليمين من تحت خالص، انا بدوس عليها كده، سبت مسافة مرة او مرتين مفيش مشاكل. هنعمل الاول علامة الشباك دي، اول حاجة لازم تتعمل، وارجع تاني للغة العربية، مفيش مسافة انا خدتها خالص. بصوا انا بشتغل معاك واحدة واحدة. هنكتب مثلا طريقة، بصوا بقى الخطوة اللي جاية دي، شايفين كلمة طريقة تحتها خط، انا مش عايز الخط ده يضيع خالص. ازاي بقى؟ هندوس تاني كده، نعمل علامة الشرطة دي اللي تحت رقم ستة، تحت رقم ستة في علامة الشرطة، دوسنا لازم تدوسي على علامة الشرطة دي. ارجع تاني للغة العربية، عمل اللي هتكتب بقى طريقة البسبوسة، عمل البسبوسة، كل ده هيطلع لها في السيرش. ارجع تاني اعمل شرطة، ارجع تاني للغة العربية، شايفين الخط تحت زي ما هو، هو ماشي معانا البسبوسة. تمام، خط ماشي معانا. نرجع تاني، بصوا الشرطة اهي برضو، اللغة العربية السوري، بصوا بقى الحتة اللي جاية دي، دوسنا على شباك تاني اهو. عايزة تعملي نفس الشرطة مفيش مشاكل، انا بس عايزة ادوس على علامة الشباك عشان اكتب اسم القناة بتاعتي، مش عايزة تكتبيها براحتك. وبرضو شباك اهي، دوست عليها تاني، الشرطة برضو، اللغة العربية، وباقي اسم القناة بتاعتي. لاحظين حاجة، طول ما انا بشتغل لازم يكون الخط ده ايه، تحت الجملة كلها اللي انت عايزة تكتبيها، وما بين كل كلمة وكلمة انا عملت الشرطة، ما فيش مسافات. لو حطيتي مسافة الخط اللي من تحت ده هيتمسح نهائي، يبقى كده الهاشتاج مش هيطلع معاكي ولا هيظهر خالص. تمام، انا كده خلصت خلاص اهو، وخط كله موجود تحت الكلام اللي انا كتبته، وفي فاصل شرطة ما بين كل كلمة وكلمة. ارجع بقى باك، هتلاقوا الخط ضاع، باك تاني اهو، كلمة حفظ اللي فوق كده. تمام خلاص، عايزة بقى اتأكد من اللي انا عملته. ارجع بقى باك اهو، دخلنا على اليوتيوب عندنا، هتدخلي على القناة، ادي فيديو البسبوسة اهو، ادي الهاشتاج موجود باللون الازرق فوق العنوان. تمام، بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا عن ازاي نعمل الهاشتاج فوق العنوان للفيديو لتسهيل عملية السيرش للجمهور. ارجو ان يكون الفيديو يكون بسيط وسهل وجميل، وفي نفس الوقت قناة فن ولعب بتقدم لكم كل جديد. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاصحابكم واصدقائكم، لان الفيديو ده مهم جدا، وفي ناس ما كانتش تعرف الهاشتاج بيتعمل ازاي. ويا رب نقدم لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.